أخرج البخاري ومسلم أن قتادة أخبره أنس رضي الله عنه قال: حدثنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. وقال هنا ناصا على زمن هذه العمر، متى؟ قال: بصيغة التأكيد التي للعموم كلهن في ذي القعدة واستثنى إلا التي ما حجته، لأنها وقعت زمن الحج في شهر ذي الحجة. ثم فصل رضي الله عنه على وجه التفصيل الدقيق، قال: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية، ويصح أن تنطق لكن الأشهر بالتخفيف الحديبية، وهي بئر قريبة من مكة، قيل هي كلها من الحرم، وقيل إن بعضها من الحرم وأن بعضها من الحل، أو زمن الحديبية في ذي القعدة. سبحان الله، هي في السنة السادسة من الهجرة، أحرم عليه الصلاة والسلام والصحابة وأهلوا بالعمر، لكن كفار قريش منعوهم وصدوهم عن الدخول البيت، فحصل كما هو في السنة وفي كتب السير، حصل صلح الحديبية، واشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يعتمر هذه السنة، فأحل النبي عليه الصلاة والسلام إحرامه، يعد محصرة، فنحر هديه وحلق رأسه وتحلل من إحرامه ورجع على أنه لا يدخل هذه السنة، لكن قالوا تدخل السنة القادمة في السنة السابعة من الهجرة. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، لأنها تسمى بعمرة القضاء. عمرة القضاء ليس معنى أنه قضى تلك العمرة التي منع منها في السنة السادسة من الهجرة زمن الحديبية، لا، وإنما قضاهم بمعنى الشروط من أنه لا يدخل، وإنما يدخل في السنة التي تاليها من العام المقبل في السنة السابعة من الهجرة. وهذا يدل على ماذا؟ على عظم الإسلام. سبحان الله، من أحصر عن البيت لمانع ولم يتمكن من أداء نسكه فإنه يعد كأنه فعل، لأنه نوى وباشر ولم يتيسر له، فدل على عظم النية مع مباشرة الفعل. ولذلك عدها أنس، عد عمرة الحديبية عمرة مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، ودل هذا على أن من أحصر عن البيت لمانع فإنه لا يلزمه أن يقضي نسكه هذا. قال: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في السنة السابعة من الهجرة، وهي عمرة القضاء،